في موضوع تاني كمان، تطور كبير بيحصل في وسائل منع الحمل، ومن يومين تم الإعلان عن كبسولة لمنع الحمل بتوضع تحت الجلد. كبسولة صغيرة بتتحط تحت الجلد ممكن تمنع الحمل لمدة بتوصل لثلاث سنين. الكبسولة دي بتحتوي على هرمون، الهرمون ده بيؤدي إلى منع حدوث الحمل خلال هذه المدة الطويلة اللي بتوصل لثلاث سنين زي ما قلنا، وملهاش حتى الآن أي مضاعفات أو تأثير على الرضاعة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ أمراض النساء والتوليد في طب القصر العيني عبر تطبيق زوم. أهلا بك يا دكتور. أهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ أهلا بحضرتك يا فندم، وعايزين نعرف مميزات الكبسولة الجديدة، يعني مدى فعاليتها إيه؟ هل اتجربت؟ هل خدت تصريح من الـ FDA؟ هل ليها أعراض جانبية؟ كلمنا عنها بشكل عام. اولا هي مش اختراع جديد خالص، ده هي حاجه قديمه جدا على فكره، وهي كمان كانت موجوده في مصر في وقت من الاوقات، بس كانت حصلت مشكله في توفيرها، وبنشكر طبعا وزاره الصحه ان هي اعادت البرنامج ده تاني وان هي رجعت الكبسوله، بس هي مش اختراع جديد عشان ما نقلقش حد. دي واخده موافقه من زمان بتاعت الاف دي اي، ويعني حاجه قديمه واستابليشد يعني. زي ما حضرتك قلت، هي بتحتوي على نوع واحد من الهرمون اللي هو يعني مثيل هرمون البروجستيرون، ما فيهوش هرمون الاستروجين. تمام؟ فأول ميزة ليها إن هي بتبقى آمنة مع الرضاعة، مش بتمنع الرضاعة، فممكن الست بعد الولادة على طول تركب. تاني ميزة ليها إن هي فعالة، من أكتر وسائل منع الحمل فعالية، يعني نعتمد عليها كويس قوي في منع الحمل. تالت ميزة إن هي الست بتحتاج تاخد القرار مرة واحدة، مش هتحتاج بقى لمدة ثلاث سنين تفتكر إنها تاخد إقراص في نفس الميعاد أو تاخد حقنة في نفس الميعاد، فبالتالي بتريحها في حياتها، وده برضو بيساعد في الفعالية. الحاجة الثالثة إن هي لما بتشيل الكبسولة بترجع لها تاني القدرة على الخصوبة. طيب دكتور، حضرتك قلت إنها خالية من الإستروجين وفيها بروجستيرون، إحنا عايزين نعرف ليه إحنا بنقول خالية من الإستروجين؟ الإستروجين المفروض إن هو بيعمل إيه، أو إيه الحاجات اللي مخلية الناس فرحانة أو مبسوطة وسعيدة بعدم وجود هرمون الإستروجين؟ والبروجستيرون المفروض إن هو بيعمل إيه علشان يساعد على منع الحمل؟ أول حاجة البروجستيرون أو مثيل البروجستيرون اللي في الكبسولة ديت بيمنع التبويض، وبدام منع التبويض يبقى بالتالي منع الحمل. تاني حاجة، في بعض السيدات ما نقدرش نديهم وسائل منع حمل يكون فيها استروجين، زي السيدات اللي في فعلتهم تاريخ مرض سرطان الثدي، أو السيدات اللي بيبقى عندهم الصداع النصفي المزمن، أو السيدات اللي جالهم قبل كده جلطات في أوردة الساق، وبرضه حاجات تانية كتير، بس دي أكتر حاجة يعني مشهورة. فالمجموعة دي من السيدات ما يقدروش ياخدوا هرمون الاستروجين، وبالتالي ما نقدرش نديهم. السيدات اللي هيرضعوا بعد الولادة ما نقدرش نديهم وسائل منع حمل فيها استروجين، لأنه هيقلل كمية اللبن أو ممكن يوقف الرضاعة. فبالتالي ديت حلت مشكلة كبيرة للسيدات دول. اللي حضرتك قلت ان الكبسوله دي موجوده من زمان وتوفرت دلوقتي، هل توفيرها ده كان ليه سبب في دخول منتج مصري او صناعه مصريه ليها علاقه بمدينه الدواء، ولا يعني توفيرها في السوق المصري عن طريق الاستيراد؟ لا، في دي انا ما اقدرش افتي 100% لان ده مش شغلتنا كاطباء، بس انا قال هي استيراد، يعني بنسبة 99% متأكد إن هي استيراد. يعني هي رجعت تاني. أكيد توفيرها تم عن طريق اتفاق معين مع الحكومة المصرية عشان تبقى بأسعار معينة وبطريقة معينة وتبقى متوفرة. وزائد الأهم من كده إن وزارة الصحة وفرت الأطباء اللي قادرين إن هم يركبوا الكبسولة. يعني هي برضو تمت ضمن بروتوكول حكومي، عايز تقول حضرتك؟ أيوه. تمام يا فندم، تمام. دكتور، السيدات بتبقى خايفة إنها تاخد أي حاجة فيها هرمونز، بتبقى قلقانة إنها تأثر على زيادة الوزن أو إنها تسبب تساقط للشعر وغيرها من الحاجات اللي هي بتثير حفيظة السيدات أو بتبقى قلقانة منها. حضرتك تقول لنا الكبسولة دي ممكن تعمل إيه؟ طيب، أولا وسائل منع الحمل كلها زي ما اتفقنا ما كانتش هتاخد أي موافقة عالميا إلا لما تكون متأكدين إن هي أمان تماما، وإن هي ليها
قد يكون ليها بعض الأعراض الجانبية. أي وسيلة منع حمل هيكون ليها أعراض جانبية مش مضرة بطريقة جامدة على صحة المرأة أو بطريقة تكون بيرمننت ممتدة يعني. دي النقطة الأولانية. بالنسبة بقى للكبسولة دي معينة والهرمون اللي فيها، بعض الأعراض الجانبية اللي بتكون لازم نقول لأي ست عليها، أول حاجة ممكن يبقى في شوية اضطرابات في الدورة، يعني تلاحظ إن هي كمية الدورة هتقل، بس تلاحظ إن يبقى في اضطراب في الدورة. معظم السيدات بعد شوية بتبطل تجيلهم الدورة تمام، بدون ما يكون دوت مأثر على الهرمونات اللي في جسمهم، هي مجرد إن بطانة الرحم بتكون خاملة، فهي كل الهرمونات في جسمها طبيعية، ولكن بطانة الرحم بس هي اللي مش مستجيبة، وبالتالي ما يجيلهاش دورة. انا بشبهها بلو انا عندي كهرباء في البيت بس شلت اللمبه مثلا من السقف، فبالتالي مش هيبقى في نور، بس مش لان في مشكله. فدي اول حاجه من الاعراض الجانبيه. ساعات بيبقى في احساس بالانتفاخ، ممكن يبقى في تغيرات في الجلد شويه زي الاكني او حب الشباب. بعض السيدات بيعانوا من اضطراب في المزاج، يبقى في ميل للاكتئاب، بس عامة مش معظم السيدات بيعانوا من المشاكل ديت، بيعانوا من الأعراض دي بدرجات متفاوتة. لو حصل إن في واحدة بدأت الاضطرابات الأعراض الجانبية دي تضايقها أو توصل لدرجة إن هي يعني مأثرة على حياتها، ساعتها بنشيل الكبسولة وكل حاجة بتختفي بدون ما يبقى فيه آثار ممتدة عليها. صحيح. بنشكرك يا دكتور حسام، دكتور حسام الشنوفي، أستاذ أمراض النساء والتوليد في طب القصر العيني. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.